دي عمارة بانسيون شيشة، المكان اللي جمع السبع ستات أبطال حكايتنا. اتجوزت ولد من الصعيد من ورا أهلها وهربت معاه على مصر. بعد شوية احنا في الشارع. ليه؟ انت بقيتي مرض رسمي يعني حلالي، وبعدين احنا صحيح ما عملناش فرح بس معلش هنتصور كمان اهو زي العرسان على الكوبري. وعشان يبني لها قصر عالي اضطر الجدع يسافر دولة عربية، ولما عرف ان بانسيون شيشة للستات بس سابها في شهور حملها الاولى، لكن اخوها ما سابهاش، فضل يدور عليها هو ورجالته. دي بقى سمسم، بنت فقيرة ويتيمة جات من الارياف على مصر واشتغلت في مكتب ترجمة، وهتتجوز وبتحضر كمان لفرحها واللي جابتها البنسيون ولاء، وهي كمان اللي شغلتها معاها. ولاء دي بقى البنت المصرية الشامية الجدعة، فتاة قطر الجواز لكن لسه بتحلم براجل، راجل يحبها. أما دي بقى حكايتها حكاية، دي بيرو كومبارس وبتموت في السينما، وعشان نفسها تبقى نجمة ركبت كل صورها مع كل نجوم الفن، وبتدور على أي حد يديها فرصة. بيرو أنا بعد ابنك النهاردة مخصوص عشان أديلك طول عمرك. طيب فين السيناريو؟ هديهولك. بس انا بصراحه قلقانه شويه من الوضع اللي احنا فيه ده. ليه بقى؟ لان لو حد دخل علينا من بره هيقول ايه؟ هيقول استاذ بيريح شويه. سيبك من كلام الناس يا بيرو، بقى طريق النجوميه معروف يا ماما. طيب ما تديني السيناريو بقى. تعرف انا هخليكي تعملي دور مين؟ ايه؟ دور مرات البطل. مفيش حد عمل الدور ده الا وبقى نجم. ربنا يخليك، ربنا يخليك، متشكرة قوي 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 بقى. لا بص انا هروح بقى اقرا واذاكر وكده وارجع لك بقى نتكلم. طب استني هنتكلم. طب لا لا اذاكر بس، اذاكر بس يا استاذ اذاكر. يا بنتي ليه؟ معلش كلهم بيعملوا كده في الاول وبيجوا. كوكي دي أكتر واحدة شافت الويل في حياتها، سابت بيت أهلها من كتر الفقر والجهل واشتغلت في حمام مغربي.
ايه كل الرجاله الورق دول؟ فين زمن الرجاله الحقيقيين؟ الله يرحم الرجاله الجدعان. دي بقى اخت امي الصغيره خالتي صفيه، كانت راقصه مشهوره قوي والكل كان بيحلف براسها. حبت زمان راجل وحبها وعاشت معاه ايام حلوه، علشان كده لما مات بطلت رقص وقلبت شقتها بانسيون حريمي وسمته بانسيون شيشه. ألو، صباح الخير. والنبي يا حبيبتي تناديلي مثلين من التورق. قولي لها صفية. وأنا بقى ليل، كنت بنت بسيطة جدا وحياتي كمان كانت بسيطة جدا. ابتسامتي عمرها ما فرقتني، ممرضة في العصر العيني، عارفة إني جميلة وإن الرجالة كلها معجبة بيا، لكن أنا كنت بدور على حاجة تانية، كنت بدور على الحب. ألو، عايزة صفية كده برضو يا ليل؟ أربع أيام ما تسأليش عليا، تعالي بس وأنا هعمل لك طاجن ورق عنب بالكوارع تاكلي صوابعك ورا. يا لهوي يا صفية، الأكل تقيل قوي ده. ماشي، طب أقولك إيه؟ أنا نفسي في حاجة كده، ممكن تعملها لي؟ ممبار وطحان، ما هي خربانة خربانة. يا ليل ورق الافراج بتاعك وصل، مبروك. والنبي صحيح، والنبي صحيح، مبروك. الحمد لله الحمد لله. مبروك يا ليلى، مبروك يا حبايبي. الفرج الحمد لله، شكرا. مبروك يا ليلى، الف مبروك. مش قلت لك الفرج جاي؟ هو مين اللي خد افراج دي؟ البنت ليل بتاعت عنبر المخدرات، والله العظيم فرحت لها قوي. والله العظيم ثلاثه دي غلبانه وتستاهل كل خير. مش معقولة ولا كل ما تجيلي تربطيني الرابطة السودا دي يا ولاد. أعمل إيه؟ مش ضمناك. لما نبقى نتجوز ابقى اعمل اللي أنت عايزه. قولي بقى، إيه حكايتك مع الست أسماء؟ أسماء مين وبتعمل إيه؟ البت من ساعة ما أنت جبتها البنسون وهي عينها عليا، الموضوع الأول كان على المداري، بعد كده بقى كله على المكشوف. أقولها يا بت عيب. يا بت أنا بحب أقولها يا بت. يا بت ولاد صاحبتك. هي اللي قعدتي معاها في نفس الأوضة كمان جوه البنسون. ولا كأني أقول لها حاجة. وبعدين يعني أنا في الأول والآخر أنا راجل يعني وبضعف، خصوصا لو مزة يعني. أوعي يكون كلامي ده بيسخنك عليها ولا حاجة، لا سمح الله. هي خلاص أسبوعين وهتتجوز ودخول بقى وتسيبني. وأنت متضايق كده ليه؟
ماسك عليك حاجة؟ لا بقى، لو على المسكن أنا اللي ماسك، بس أنا بقول يعني بلاش نسيح البت، ما كده كده هتغور في داهية. بت 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 ولا بت بت يخرب بيتك، أنا مربوط. مرسي قوي يا ولاء، بجد اللي انت عملتيه معايا ما عملهوش اخوات مع بعض. مش للدرجات دي يعني، سي نورمال على فكرة. سي نورمال؟ لا طبعا مش عادي خالص يا بنت، انت طلعتي جدعة قوي قوي قوي. وعلى فكرة انا حكيت لعمر على كل حاجة انت عملتيها معايا. ما كانش لازم يعرف كل حاجة عنك، خليكي كبيرة في نظره. لا 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 لا، انا احب صراحة كده من اولها احكي له على كل حاجة وهو بقى يختار يا عاجبه يا مش عاجبه. اوكي استنى بس. انا جبت لك الهديه الصغيره دي. انا مش هاخد حاجه شاريها لك خطيبك. خطيبي ايه يا عبيطه، انا جايبها لك بفلوسي، جايبها لاكتا اختي ليا في الدنيا، بس بقى يا رب تعجبك. سمسم، ايه رايك في علاء؟ رأي في علاء في إيه يعني؟ عايزة رأيك فيه من غير ما تتكسفي ولا تداري. عايزة رأي أختي في الراجل اللي أنا بحبه. خالد كان لسه دكتور امتياز، عجبني. مش عايز اعرف رايك فيا كممرضه، رايك فيا كست. عندها ست في الدنيا بجد والله. اللي انت عملتيه معايا ده ما يتنسيش ابدا، ده بينفع رقبتي طول العمر. انا من غيرك كده ما كنتش اتعلمت حاجه. ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. عندك استعداد ترتبط بيا؟ اتجوزنا وعشنا احلى سنين مع بعض وخلفنا مريم وخلصت الايام الحلوه، طلعت من السجن بعد طول صبر، وكانت مريم وحشاني موت هي وخالد.
خالد. مريم افتحي يا مريم. خالد مدام ليل ما تعبيش نفسك. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. وفاء مدام ليل رجعت. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. ادخلي خشي بيتك. اتفضلي. دكتور خالد لما مش مسابش اي اثر وراه، باع كل حاجه، كان كل همه ياخد مريم ويروح حته محدش يعرفهم فيها. انت متعرفيش حصل لهم ايه بسبب القضيه بتاعتك. ما تاكلي بالراحه مسروقه على ايه؟ استنى انا اللي هفتح. ايا كان مين على البال هنسل الشبشب بتاعي على دماغه. يا حبيبتي يا حبيبتي وحشتيني وحشتيني قوي يا ليل. وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي يا صفيه. يا قلبي صفيه تعالي مش تعالي كده برضو كده برضو يا ليل. تقول عليكي صفيه السبيان والتجي كلها 7 سنين يا حبيبتي محرومه مني. 7 سنين سايباني مقطوعة من شجرة، محدش بيسأل عليا ولا بيعن عليا. لميت حواليا شوية الغجر دول، قلت يعوضوني غيابك هجيب لك تاكي. أنا عايز أرتاح. بس واضح ان صفية بتحب ليل قوي على فكره. حب خالص من غير بقى ولا شهوه ولا قرف. شكلك متعقده قوي من الرجال. اكرهه. ايوه بكره الرجاله. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقاله، ياخد اللي هو عايزه من عرف بضاعه ومعاه تمنها. ايه ده؟ تاني يا عبير؟ رايحة فين؟ همشي يا عصام. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجة حلوة بينا خلصت من زمان. ما بقاش فاضل مني غير خدامة. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمة. هكتب لك مخصوص. جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجه ايه؟ جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حريه المراه، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي. حتى لو هسف التراب مش هرجع لك تاني. هتسفي التراب وهترجعي لي. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ حطي بالي يا اخي! حطي بالي!
اروح لهم عشان اشوف البيت الواطي يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجة. انا لولا البيت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخة دي. انا كمان بقيت مستغربة قوي في الفترة الاخيرة. تخيل يا صفية سنة بحالها ما يحاولش يجي يزورني وفي الاخر اخرج الاقيه خد البيت اللي حلتي وطفش. تفتكر راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجرى لي حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك ان شاء الله هو. وبعدين برضو ما انت غلطان رحتي كتبتي له اللي وراكي واللي قدامك شقه عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه بعت اللي ورايا واللي قدامي كله عشان خاطره. حتة الأرض اللي كانت حيلتي مع الفلوس اللي استلفتها منك كنت عايزة أحقق له حلمه أعمل له مستشفى صغيرة عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده أنا عمري ما ارتحت له ما دخلش قلبي خالص ما عرفش ليه حاساه كده عيل سيس. أنا مش عارفة يا أختي أنت حبيتي فيه إيه وما استغربش أبدا لو خد البت وخلع بيها. أنا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفية. أنا اللي يهمني بس بنتي مريم. أنا صبرت سنين كتير خلاص بقى الصبر نفس مني بس هيروح مني فين؟ إن شاء الله حتى أفتح المندل. المهم ألاقي بنتي. عايزة بنتي يا صفية. عايزة بنتي يا صفية. يا حبيبتي كفاية بقى قطعتي قلبي. اتفضلي اتفضلي. شكرا كتر خيركم. اوصلا يا بنات. على فكرة فرح سمسم قرب واحنا كنا وعدنا ان احنا هنرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى؟ حظي وحش. المدام شكلها تعبان. ما تجي تتفرجي دول بيرقصوا رقص كيف الرقصات. على فكرة احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مات يلا يا جماعه الافا الدانس او النبي بليز ده فرح عشان خاطري عشان خاطري يلا بقى وريني رقصي. هغير هغير وهطلع وراكوا حاضر. شو طب تعالي انت طب سيبوها تغير. طب تعالي انت يا
شكلكوا حكومة خير. أؤمرني. شفتك فين قبل كده؟ معك طابت؟ بتاعت ايه اللي انت بتسأل عنها؟ هو انت جايبني من على المواسير مثلا؟ اتكلمي عادي لبيت الأحباسك. خفت انا. انت قلت الادب وليلتك صدى معايا النهارده. في ايه؟ في ايه يا امين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانه ليه؟ في حد برضو يتخانق مع بتوع السيما؟ مين صاحبه الزفت البنسيون ده؟ انا يا باشا صاحبه الزفت البنسيون. جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم واخد 6 اشهر انا هرجعهم بنفسي، وبلغي الهوانم والمدمزلات اللي عندك ان انا افتش وقت ما احب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزة، يعني الدخلة فيه تبقى بالهداوة. يلا رجالة بالسلام. لكن قرف شكلك الصبح. الغربال الجديد اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحك انت عشان تروحي مع ليل. عايزة يا ست تروح نقابة الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد. معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي ببطنك. ده هي عكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي. هي البنت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو اقرب واحد لخالد، اكيد يعرف كل حاجة عنه. حضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. اديني نمرتي، خليه يكلمني من فضلك، وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لدار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذاخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها. لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري متاخدة. ساعتها ما عرفتش ليه. معلش انا اسفه، بابا تعبان الفندق ده جوه عندك على الشنطة بعدين. مين سيادتك؟ مصطفى درويش مع أمه بحث الاسم. هو في حاجة؟ افتح الشنطة بعد إذنك. أيوه في حاجة يعني؟ الشنطة يا مدام.
ايه الكرتونه دي؟ ادويه يعني بتاعتك. ايوه بتاعتي. جدول قلب مش دي اللي بتروح للمستشفى ب 2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب 200 جنيه؟ تجاره ولا تجاره البودره؟ بودره ايه؟ الكرتونه دي المفروض يبقى فيها ادويه ضغط وسكر، بوديهم لدار مستنيين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسال الدكتوره فاطمه. فاطمه والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني اول حرز على الاسم يلا. اتجار في مواد مخدره وادويه مدعومه. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمة. أنا كنت مديرة المستشفى. أدوية الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا ألاقي بنتي وأشوفها. إن شاء الله تلاقيها. إن شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. ألو؟ ثانية واحدة. بقول لك ايه؟ وحيدة كل لسه ان انا جاية له حالا وادي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو ايوه يا استاذ فوزي. اهلا اهلا وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزة انا جاهزة. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده. ماشي يا استاذ ان شاء الله. ماشي يا استاذ مع السلامة. وشك حلو عليا. مش حلو عليا. جالي شغل جالي شغل. وبعدين ايه بقى؟ محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. بابا تعالي معايا. والله فكرتيني انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟ ثانية واحدة بس عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك انت ما عندكش دم. حرام عليك انا يوميها زقتك وهتجريلي. انا عارف عارف ومصدقك بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجة. حرام عليك. هو ده اللي مزعلني ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمعي الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم انت هتستفيدي ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عيب. فضايح ايه ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بقى حتي عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قذر وقليل ادب. سافر بيت. خدي طبعا مجنونه. خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ده انتي بتتنطي ولا من الكهرباء؟ تعبانه الحمل تعبني. هو الواد الرمه اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه ده واد زبالة. الدنيا كلها بقت زبالة. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟
امي ولا ايه؟ اطلع بره. خلاص اطلع بره. صحيش خلاص يا حيوان. الشغل بيخلص ولا الهم بيخلص؟ انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجه سخنه اخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي يا حبيبتي. واحنا مش هنستنى ولا؟ لا بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ملهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ يا لهوي في ايه؟ كوكي الحقي كوكي انحرجي كوكي. مالها دي؟ ايه في ايه؟ اوعي مالك يا كوكي؟ كوكي انا رحيم حبيبتي انا يستر يا رب. مش كنت طلبتي مني الليمون من اسبوع؟ خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ انا اسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليلى، انا ما اعرفش خالد فين. انت ما فهمتش. شبشبة وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قلة ادب ومفيش اكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تجيلك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكلة بينك وبين خالد، أنا إيه ذنبي؟ عايزة بنتي يا خيري. وصلني خالد. أنا عارفة إن أنا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش إن هو يمنعني عن بنتي. أنا بترجاك دلوقتي يا خيري. أقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم. لو رست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصة وانا هبقى اكلمك. انا استنيت كتير. خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتأخرش. لمي لي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. تمام. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقول لي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام، شطات مع البطل، وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسيست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج. ها
خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق، بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي، يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. اهل الفن واخر الليل. سيمة حلوه واللي فيها احلى. هي دي رجوله صح. تصدق بيه؟ انا كنت فاكراك بني ادم. انت بتكلميني انا يا بت؟ ليه؟ هو انت بني ادم؟ لا موتوسيكل يا اخويا. يا ريت، ده حتى الموتوسيكل بيسخن اكتر منك. بلانيله. شفت البيت صليت العالم بتكلمني ازاي؟ انا لو عايز اخرجها اخرجه من النهارده قبل بكره، بس القانون بقى، القانون لا يعرف السكان ولا اخلاق السكان. فكرة بنات الرقاصة دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في السنة ربنا مش هيبارك لنا أبدا. أحلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل إيه يا علوة؟ الرقاصة لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضتي كده ليه؟ لا ما اتخضتش ولا حلو، اتخض ليه عادي. مش هتطلعي ولا إيه؟ لا مش هطلع، أنا طالعة السجن. في إيه يا باشا؟ في إيه؟ مالك قفشة كده ليه؟ مش قفشه ولا حاجه، بالصراحه يعني راجعه مش شايفه قدامي وانت شكلك رايق صراحه. راجعه مش شايفه قدامك منين كده؟ لا يا باشا لغايه هنا وستوب بقى، الحكومه ملهاش تسال رايحين فين وجايين منين، ولا انتوا فاضيين يعني فوتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش لم روحك ولا غدك في عيشك ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا. عليكي يا بنت بالراحه يا اخي بيت البديل والله العظيم غير. لا يلا البرنس ده هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه، هو كده حلو قوي ما تعرجيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. بس ما بلاش السهواكه. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونه. لا طبعا، ده هي مره وحيده عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها. قعد يضحك عليا. اصلها عروسه بشمع المصنع مش زي العرايس اليوزد. رايحه فين؟ جايه جايه. والمساج؟ انا بقى اللي هعمل لك مساج. لا لا ما تهرجيش. لا 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 لا. اصلها عروسه بشمع المصنع مش زي العرايس اليوزد. مش زي العرايس اليوزد. ايه ما فيش عفه؟ اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانتي يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انتي التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني، مشوار ويعدي، لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عماره وبتطلع، صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. ايوه يا بيتي يا بيرو تكوني بتضحكي عليا وما انتش غاويه تمثيل، تكوني غاويه مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفاء اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجاله حاجه عدله، ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ بعد الشر عليكي حبيبتي ان شاء الله امك. ما الست مننا لو ما حستش مع الراجل بالامان يبقى مالوش لازمه في حياتها. انا بقى غيركم كلكم، انا اخترت راجلي بايدي، علمته كل حاجه على ايدي، عشان كده ما كناش بنبعد عن بعض لحظه واحده.
تحب الراجل يحبك، بس وانت بتحبيه ما تنسيش ان هو عيل، كتر الدلع بيبوظه. بس احنا بقى اتخلقنا علشان ندلع الرجاله، والرجاله تدلعنا. يا واد يا واد. وفي اللي ما دلعتوش امه بس ردعته المرجله كلتها. راجل يفدي الست بدمه بس يطلب دمها لو عصته. يعني ايه راجل؟ انا عمري في حياتي ما قابلت راجل. تالي زمن الرجاله ده انتهى خلاص. انا بقى قابلته، كان احسن راجل، حبني زي ما انا، رقاصه، راجل حلو وجدع وحنين، وفي لحظه راح وما لقيتش راجل يملى مكانه ولا يرضى بيا زي ما انا. واضح انه كان راجل عظيم، بس الرجاله دي خلصت خلاص. وضعت الرجاله بقى وسيرتها بقى، البنت فرحها بعد يومين وانتوا قاعدين تتكلموا على الرجاله. فرح ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها فرح؟ ده انتوا كرهتوني في الجواز. هو انت فرحت بعد يومين؟ اه. امال ايه اللي بعد 10 ايام؟ ده كاتب الكتاب في الازهر، بعد منها هيسافروا يقضوا شهر العسل، انما الليله الكبيره بقى في الشبك بعد يومين. ما تزغرطوا لي بقى كده وافرحوا لي. ايوه يا ستي، استنى. اوه يا نظريني يا خالد. تعالي حبيبتي، تعالي قلبي. شكرا يا ريس. تعالي يا حبيبتي. عروسه عروسه يعني. تعالي.
عارفك تعبانه طول الطريق. طب ما مش يا لهوي الحقيني الحقيني. في ايه مالك حصل ايه؟ طب ما نجري بيها على المستشفى يا بنات. اسود مش هنلحق الميه نازله. حنا ولادها فوق. يا لهوي يلا يا امين. اصبري اصبري شويه امسكي نفسك. يلا حبيبتي يلا. مبروك يا ناس. مبروك. سامالا سامالا سامالا. والنبي دي اشيلها شويه. القمرات زادوا واحده يا ناس يا قراسي. حد ياخد التليفون ويبشر ابو العروس. قولوا له جات لك قمرايا يا قراسي يا ناس. في حاجه حصلت لازم انا اقولها لك. مذكور اخوي عارف طريقي. كوكي يا نهار اسود. كوكي 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 فوقي. يا الدورة جاتلك ولا ايه؟ ايه كل الدم ده؟ قومي قومي تسلمي عليا. قومي قومي. تعالي بالراحة بالراحة بالراحة. ما قلنا تروح الدكتور. حول الله قوة الا بالله. تعرفي امشي انت تعبانه والنبي خليهم في الفرح. طب انت ليه ما رحتيش الدكتور يا حبيبتي؟ رحت. قال لك ايه؟ طلب مني اشعه وتحاليل اعملهم واوديهم له. ما تجيبيش سيره يا ليلى. خليهم فرحانين زي ما هم. الو خالد. ايه يا خالد؟ اخيرا اخيرا الحمد لله. وانت كمان وحشتي قوي. ومريم وحشاني جدا يا خالد. انت فين؟ انا عند صفية. فاكر العنوان؟ رجعت لي من المدرسة وهي بتعيط. قالت لي انت بتكذب عليا يا بابي. مامي مش مسافرة، مامي في السجن. مامي وحشة. كان ممكن اروح المدرسه واطبقها على دماغهم، بس خلاص مبقاش لي لازمه. عزلتها على الناس كلها عشان ما اسمعش عنك اي حاجه وحشه. رحت المستشفى والعياده والبيت كله في يوم واحد، حتى العربيات خدتها ورحنا نعيش في وسط ناس ما يعرفوش عننا اي حاجه. مريم بتحلم بيكي كل يوم الليل. بجد يا خالد؟ انا عايز اشوفها. بس كده. الهانم في شرم الشيخ بقى لها يومين مع صاحبتها. وديني عندها يا خالد. وديكي ليها فين؟ بالراحة بس. احنا قالوا ان انت راجعة من السفر وانا كمان يومين. اول ما ترجع خدها ونطلع على المطار نستقبلك. تكون انت محضرة شنطة فيها شوية هدايا كده. ويبقى كل حاجة مشيت زي ما انا مرتب لها بالظبط. ممكن تكلمها في التليفون. ما تقلقش انا هسمع صوتها بس مش هتكلمها خالص. الو. ايوه يا بابا. حبيبه قلب بابي قولي لي اخبار البحر ايه؟ شرم الشيخ حلوه قوي يا بابا. كان نفسي تبقى معاك. مش عارف ايه اللي حصل. مش عارف ايه اللي حصل. يلا يلا صح. التحاليل بتقول ان عندك ورم كبير على الرحم ويفضل استئصاله، وده هيبقى في مصلحتك. ما تقلقيش ده هيتم بسرعه.
ويفضل ان احنا نشيل الرحم كله. ده قضاء ربنا وان شاء الله هتخير. حظك وحش سواء مع الأستاذ اللي اتجوزتيه أو مع الأساتذة اللي قابلتيهم بعد كده. يا بيرو، ممكن أي حد يوعدك بفرصة، لكن مفيش حد يقدر يوعدك لا بالنجاح ولا بالرزق. الاتنين دول مش في إيد أي حد، لا المخرج ولا المنتج، دي حاجة بتاعت ربنا. انتي ممكن تعملي كل حاجة حلوة ووحشة وما تبقيش نجمة، وممكن في لحظة تتفتح قدامك أبواب الجمهور وتبقي نجمة النجوم، والفلوس تنزل على دماغك زي المطر من غير حساب، وفي الآخر مش هيفضل لي غير احترامك لنفسك. بس أوعدك إن أديلك فرصة في الفيلم اللي جاي، فرصة في التمثيل مش في حاجة تانية، وعلى قد قدراتك في التمثيل مش في حاجة تانية. ده تليفوني اللي بيكلميني في شهر 5، وامشي بقى علشان صدعتيني وفركشت وعايز اروح. شكرا يا استاذ.
مع كذلك عدم إمكان معاشرة المتهمة أماني علي المرسي بسبب ظروفها الصحية، إضافة لتأكد دخول مجموعة المقبوض عليهم من الرجال للعمارة معا، بينما تم إنكار علاقة أي منهم بالآخر، وهو ما يوحي بخلل في الاستدلال. حكمت المحكمة حضوريا في القضية 114 أداب ببراءة كل من صفية حسين عمران وليل جمال عبد العزيز وأماني علي المرسي وعبير السيد أحمد وولاء سعد مختار وكريم عبد الرحيم صالح وأسماء رمضان عبد. رفعت الجلسة. خرجنا من الحبس الحبس أكبر. حبس أكبر ليه؟ إحنا كلنا طلعنا براءة، يعني اللي هيجيب سيرتنا هنسيبه يتكلم يا صفية، هنسيبه يتكلم وهنعمل نفسنا كمان مش سامعينه. إحنا خرجنا بتقرير الطب الشرعي براءة، مين بقى اللي هيقراه؟ نزلنا من العمارة هنا ملفوفين بملايات معانا سبع رجالة، هتكذبي كل ده؟ عمر بعت لي وقال لي الحمد لله إن إحنا ما كتبناش كتاب. أنا فضلت أحافظ على نفسي كل الفترة دي وبتخلي بيستقضي النار. احنا كلنا توحلنا في الطين. كفارة ايه؟ مش عايز ندخل ولا ايه؟ امال لو ما كانش الواد موسى قال في التحقيق انه تالت مرة يجيلك، وان المرة دي يوم ما دخل عليكي كنت ملفوفة بالبشكير وبترقصي قدام المراية. انت عارف الكلام ده كله كذب، والطب الشرعي شرعي بقى مش شرعي، احنا اللي بينا كان ودي ما كانش شرعي. اللي بينا ما كانش ودي يا علاء، انا مراتك قدام ربنا. توكلي على الله، شوفي لك باب غيري وخبطي عليه. اقول لك على حاجه، روحي الواد موسى، موسى حلو، جالك مره وجالك اتنين وجالك تلاته، خلاص بقيتوا معرفه. يا بوي لا حول ولا قوة إلا بالله، ربك يسويها. يسويها كيف؟ دي اتنشرت في الجرانين يا مذكور يا ولدي، إن بعض الظن اسم، ولا أنت هتتلكك لها لقد ما اتجوزت ولد أبو دراع. نتلكك وإيه يا بوي؟ ده عرضنا، عرضنا. هسوي إيه يعني؟ مال داني غرقاني في الروبة الراسي، وما تخافش هتجيني حية ومحدش هيمد يده عليها، لا ولد عم ولا خال، كل نفر أولى بلحمه. هتسوي ايه يا ولد الفجرية؟ حق الله وربنا يقوينا على الحق. وهو عرف منين ان الزفت اللي كان عندك اسمه موسى؟ ده احنا نفسنا ما نعرفش اسميهم من بعض. وهو عرف منين اصلا الكلام اللي قاله الزفت موسى ده في التحقيق؟ علاء يعرف اللي حتى البوليس ما يعرفوش، ده كأنه كان موجود معاهم وعارف اللي عملته في الحيوان اللي كان في الأوضة، وعارف كنت لابسة إيه قبل ما يتقبض عليا. طبعاً قال الكلام ده وهو مش واخد باله إنه محدش يعرف الكلام ده غيري أنا والحيوان ده. يبقى إحنا كده عرفنا حقنا عند مين، بس المرة دي بالدم يا علاء، والله العظيم بالدم. قومي افتحي الباب يا بيرو. مين حضرتك؟ أنا الدكتور خالد، طليق مدام ليل. ازيك يا خالد؟
واحنا عملنا لك ايه يا ليلى عشان تعملي فينا كل ده؟ ما كفاكيش تعطيها في قلب البنت اللي ما بتحبش حد في الدنيا قدك؟ انا عملت لك ايه؟ انا سبت الدنيا كلها عشان خاطرك يا شيخ، ما حبيتش قبلك ولا هعرف احب بعدك. دعاره دعاره يا ليلى، دي المخدرات كترحم يا شيخ. اروح فين دلوقتي؟ اروح فين؟ البنت وسابت كل اللي تعرفه عشان مش طايقه تستحمل كلمه تقطع في لحمها عنك، ودي كانت مخدرات. دلوقتي بقى هيقولوا لها ايه؟ يا شريفه انا ما عملتش حاجه، طول عمرك تعرفني. حرام عليك، اوعى تظلمني انت كمان. طب وحياة بنت المريم؟ كفايه وحياة بنت المريم، ما عملتش حاجه. ابعد عننا يا ليل، ابعدي على قد ما تقدري. اخي لك والله العظيم مريم، وحياة مريم بنت مريم ما عملتش حاجه. كان الله يسامحك يا شيخه. وحياة مريم ما عملت حاجه، وحياة مريم ما عملت حاجه يا خالد. مش قادرة أقوم، تعالي في حضني يا حبيبتي. كل أصحابي يقولوا عليكي إنك ست مش كويسة وبتعملي حاجات وحشة، ليه كده يا ماما ليه؟ مصدقهمش، كذابين والله العظيم كلهم كذابين. ماما أحسن واحدة في الدنيا، أنتي أغلى حاجة عند ماما. مريم تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضني. لا يا ماما مش هجيلك، أنتي وحشة، ست مش كويسة، ليه يا ماما بتعملي كده معايا؟ مش هجيلك، مش هجيلك. مريم 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 تعالي هنا، كلهم كذابين. ما تصدقوش. مريم مريم لازم انزل من الكلب اللي تحت ده. تنزلي فين؟ ده انتي تعبانه، تنزلي تروحي فين؟ لازم انزله، لازم انزله يا صفية. يا سمسم بيرو، ايه صلوا على النبي يا اخوانا، في ايه؟ اسمع يا زمان، انت احنا خلاص عرفنا ان انت اللي عملتها. حاجه واحده بس اللي عايز اعرفها، انت عملت كده ليه؟ انت كده كده ما عندكش اختيارات، ورقبتك اقل تمن على اللي عملته فينا، فاتكلم قبل ما تبطل تتكلم خالص. انت هتقطع لساني ولا ايه؟ اسمع انا، انت ايه يا اخي؟ شيطان، انت ما عندكش دم؟ وسختني ووسخت سمعتنا، اترحم على روحك يا انت، حتى الرحمه ما تقصي. وانا هتكلم بس بشرط، هنسى اسماء وولاء يسيبونا لوحدنا، وانا اقول لك على كل حاجه. دخلنا شغل التعابين وماله؟ احنا واخدين على شغل التعابين وشاربين سمه من زمان. اطلعوا على فوق يا بنات، اطلعوا على فوق. ماشي يلا يلا يا ولاء، يلا يلا. ها هما بيعملوا كده عشان خاطر اللي كان بيني وبينهم. انا جايز اكون غلطت معاهم، ما انكرش، بس يعني ما كانش في حد مضروب على ايده. وبعدين يعني ما انتوا ستات اهو، ما قربتلكوش، مع انكوا يعني من غير مؤاخذه شد منهم بكتير.
بكره هتعرفوا بالظبط مين اللي عملها، وتعرفوا مين اللي باعكوا على حق. اقسم بالله يا علاء، لو ما عرفت بكره مين اللي عمل كده الحكومة خبص عليك. كنت هغزه بالسكينه في رقبته. كل اللي قاله تعالوا لي بكره وانا اقول لكم مين اللي ورا القبض عليكم. وصدقتوا؟ بكره مش بعيد، بس بعد اللي شافه منا النهارده اكيد هيخاف. المره الجايه هقتله بجد. ايوه بس انا السكينه بتاعتي وقعت عنده في المحل، تفتكري ممكن يستغلها ضدنا؟ طبعا ده وسخ. تعالي نجيبها. يا جماعه اهدوا شويه، ما ينفعش تحسسوه انكم خايفين من اي حاجه لانه هيساومكم بيها. ده كلب، وبدل ما كان هو اللي مش عارف يعمل ايه عشان يسكتكم هنبقى احنا اللي مش عارفين نعمل ايه عشان نسكته. طب وما قالكمش هو كان عايزكم لوحديكم ليه وما كانش عايز نبقى موجودين معاكم؟ سامحيني يا بنت بوري، سامحيني. وقعدت مع الضابط وعملت محضر اختفاء واتهمت اهلها. يعني ايه؟ خلاص البنت كده راحت مننا؟ بعد الشر يا ليل. ربنا يرجعك لبنتك بالسلامه يا امان، وما يحرمهاش منك يا رب. في المنور يا باشا. في اخر وسط الزبالة اكتر من طعنة بقالها حد. ده قتل غيظ ده. ظهر كده باشا. ده الهارد بتاع كاميرات المحل يا فندم. حرزه ووديه مكتب المباحث يتفرغ وبعدين نشوفه. الكوري ده بعد ما البحث الجنائي يرفع البصمات اللي عليه خده وحرزه ووديه على مكتب المباحث. حلوة أوي الشنطة دي. باشا يلا بينا. احكي لي بقى موتوا ليه؟ احنا كنا نتمنى نقتله بس ما قتلناهوش. يعني رحتوا له بسكين او صاعق عشان تلعبوا معاه؟
لا عشان نعرف مين اللي زقوا علينا. وقال معلش فقتلته؟ ما حصلش والله العظيم ما عملت له حاجه. يبقى ليل؟ ولا انا ولا ليل، احنا طلعنا وسبناه صحي زي القرد. هو انا ليه حاسك من اول التحقيقات انك شمتانا؟ كل واحد ياخد اللي يستحقه، ربنا ما بيسيبش. كلهم قالوا العودة تبتع شبكتك. ده اكيد وقع مني لما كنت في المحل اللي لما رحنا له. يعني السكينه اللي عليها بصمات ايدك دي جت ازاي وانت ما مسكتهاش؟ ما اعرفش. طب ليه كنت مخبيه في اوضتك؟ والله العظيم انا ما خبيت حاجه، السكينه وقعت من عبير في المحل عند علاء، بعد كده ما اعرفش ايه اللي حصل. وبعد ما رجعتي من عند علاء نمت؟ كنت تعبانه قوي، حطيت راسي على المخدة ونمت. قررنا نحن واحمد عادل رئيس نيابه قصر النيل احاله كل من ليل جمال عبد العزيز وعبير السيد احمد الى محكمه الجنايات متهمين بالاشتراك الجنائي في قتل المدعو علاء حسن القرش. وحيث ثبت بالدليل القاطع اشتراك المتهمتين الاولى والثانيه في قصد قتل المجني عليه واشتراكهما في الهجوم عليه وتعذيبه بصاعق كهربائي ثم قتله طعنا بالسلاح الأبيض حتى الموت، فقد قررنا الآتي: إحالة أوراق المتهمتين عبير السيد أحمد وليل جمال عبد العزيز إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي. اتفضل معاليك، اول حمام مغربي حريمي في وسط البلد وصاحبته واحده ست. حمام مغربي وحريمي وفي وسط البلد؟ مش اي حمام يا باشا، ده في شويه نسوان تحل من على حبل المشنقه. ماشي هبقى اشوف الموضوع ده بنفسي. قلت لي بقى تعرف الحمام دي اسمها ايه؟ كريم عبد الرحيم صالح يا باشا. كريم عبد الرحيم صالح. كريم عبد الرحيم صالح، حلو قوي كباب الكفته دول، جبتهم منين؟ يا سلام، كريم عبد الرحيم صالح. شغل كده. ده كلام جميل جدا. عايز تعمل فينا ايه اكتر من كده يا حضرة الظابط؟ مش كفايه اللي خدتهم؟ ما بقاش فاضل حد، البنسيون خرب خلاص. ايوه كده. حضرة الظابط واخد معاك دي ورايح على فين؟
حضرتك رايح فين؟ يا أستاذ حضرتك عايز مين؟ كريمة عبد الرحيم صالح، يلا بينا بقى عشان نلحق نوقف تنفيس حكم الاعدام، نلحق اصحابك الغلابه اللي كانوا هيموتوا بسببك ظلمه. وطبعا انت يا حلوه هتقولي لي على كل حاجه. انت عايز مني ايه؟ انا ما قتلتش، ما قتلتوش. يلا قولي لي بقى يا كريمة كل اللي حصل وبالتفصيل. كلمني صاحب السبا وقال لي انه في شخص مهم قوي هو عاوزني قبله وانه هيديني مبلغ كبير. رحت قابلته وكانت المفاجأة ان الشخص ده طلع علاء. اكتشفت انه هو يعرف عني كل حاجة، يعرف انا بروح فين وباجي منين وباخد كام. طلب مني طلب غريب قوي. 300,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ بس تسلمي نسوان البنسيون كلهم. يعني ايه؟ عايز تعمل لهم قضيه؟ يا ستي قضيه وهتعدي قضيه في شنك، هيتلفوا بملايات ويتزفوا وهم نازلين وانت هتاخدي 100,000 جنيه. مبلغ 100,000 جنيه ده مبلغ كبير قوي بالنسبه لي. حضرتك ما تعرفش انا عملت ايه عشان اجمع المبلغ اللي قبل، ولا ممكن اعمل ايه واخد وقت قد ايه عشان اجمع مبلغ زي ده. طب وانت عايز تعمل فيهم كده ليه؟ مالكيش فيه مصلحة وانت هيطلع لك فيها 100,000 جنيه. وبقية الفلوس بعد ما تتم العملية. هو اقنعني انه ان اي محامي شاطر هيقدر يطلعهم من القضية دي وانهم ممكن يطلعوا براء. ممكن يعني عن فضيحة. الناس بتنسى كل حاجة. يا بنات جبت لكم الصابون المغربي، قوموا يلا عشان اعمل لكم الحمام. يلا. سهيتهم كلهم وسبتهم في الاوض ملفوفين بالبشاكير ورحت على باب سلم المطبخ عشان الرجاله يدخلوا منه. نيابه وتم شرعي المحكمه ورجعنا البنسيون بعد كده بفضيحه. فقعدت كده كام يوم ورجعت نزلت له الشقه اطلب منه بقيه الفلوس، لكن الحمار افتكر ان هو ممكن ينصب عليا وما يدينيش بقيه فلوسي. ما اعرفش انا عملت ايه عشان اوصل للفلوس دي، ولا ممكن اعمل ايه عشان اخد الفلوس دي. طمع في 90,000 جنيه يعني؟ قال لك ايه؟ هجيب لك 15,000 كمان ودول من عندنا. جدعانه يعني، بس لازم تبقى عارفه ان الراجل ساكك على بقيه المبلغ وانا مش هدفع من جيبي يعني. ما تتفضلي بدل وقفه الباب دي نشرح حاجه كده سريعه. ما بتخش شقه يا روح امك، ولم نفسك كده وتعادل معايا بدل ما تديك بالقلم على خلقتك الوحك. مستنيه منك تليفون تقول لي اجي اخد فلوسي. لا صايع، حاسس ان الشغلانه خلصت ومش هتقدري تقولي اي حاجه. صح، فضلت اغلي وما كنتش عارفه اعمل ايه. تاني يوم وانا راجعه البنسيون شفت حد بيديله شنطه. طلعت فوق البنسيون لقيت الستات بيحكوا على المشكله اللي حصلت ما بينهم وبين علاء، وعرفت ان بيرو نسيت السكينه بتاعتها عنده تحت، وعرفت انهم عاوزين يتخانقوا معايا. حسيت ان الموضوع كله هيعك والفلوس هتروح مني والمصلحه كلها هتضيع وكل اللي عملته راح. نزلت واتخانقت معاه وبعد كده حصل اللي حصل. لا يا كوكي، هتغنينا في دوكه ولا ايه؟ بالراحه بقى، هتيجي عند اهم حته وتجري. احكي لي بقى ازاي قتلتيه حته حته. خبطت عليه وفتح لي. بقولك ايه يا علاء، انت كنت قلت لي ان الراجل صاحب المقاوله خلع يعني وما ادكش بقيه حقك، وانا جايه شفت حد كان بيديك فلوس
وتخلصني كده وتديني بقيت فلوسي وحقي، وانت يعني اخلص بالمصلحه دي على راحتك. فلوس ايه برح امك؟ وانا اللي فاكر الشوق جايبك عشان نعطف ونلطف. نعطف ونلطف؟ نعطف ونلطف ده ايه يا رمه؟ انا جاي هنا عشان اخد بقيت حقي وفلوسي وبس. رمه ايه يا مره يا شرشوحه يا شمال؟ امشي اطلعي بره بدل ما تيجي بالجزمه على دماغي. تدي مين بالجزمه يا ابن الجزمه؟ لا فوق ده انا هقلعك مالطه قدام الحته كلها واخلي اللي مشتغل يتفرج عليه. حلو قوي الكلام ده؟ يا حلوه يا بتاعت الدعاره. وليه؟ افتح انا الباب واقول للناس يا ناس الهدف بقيت نفسها عند الحته دي. خدتي السكينه بتاعت بيرو وقتلتيه بيها. وبعدين؟ سحبته على المنور عشان الخبط، وبعديها نزلت على الشقه مسحت كل اثار الدم اللي كانت على الارض ومسحت بصماتي من كل حته ومسحت بصمتي من على السكينه، وخدت السكينه وطلعت بيها عند ليلو عند بيرو عشان ابصمهم على السكينه وهم نايمين، وبعدين خدت السكينه وحطيتها تحت السرير عشان تتوهم منهم. سكينة حطيتها تحت السرير عشان تتوهم. ويلي بقى يا كريمة، مين الراجل اللي خد منه الفلوس؟ بعد رفض محكمة النقض الطعن على الإعدام ورحت زرت ليلو وميرو هناك، وليل طلبت مني ان انا ادي سلسله لبنتها، وهناك كانت المفاجاه اللي عمري ما كنت اتوقعها. الراجل اللي كان بيسلم الشنطه لعلاء هو دكتور خالد جوز ليل. ياه، ايه سواد القلب اللي انت فيه ده؟ جالك قلب تبيع اصحابك بالسهوله دي وتلبسيهم قضيه توديهم لحبل المشنقه؟ يعني احنا غالبا ما نفهمش الكلام ده. لا لا يبيعوها وهي بيع جسمها، مش هيبقى صعب عليها بيع صحابها. وعلشان ربنا ما بيرضاش بالظلم وبينصف الغلابة، ظهرت براءتنا. وفي التحقيقات اكتشفوا ان خالد اتفق مع الدكتورة الصيدلانية اللي كانت عندي في المستشفى عليا، ودخلوني السجن. ولما خرجت اطالب ببنتي كانوا هيودوني لحبل المشنقة. الطمع هو اللي خلى خالد يعمل فيا كده، والطمع برضه هو اللي خلى كوكي تعمل فينا كده. بس كان لازم اسال خالد سؤال واحد. بعتني ليه؟ انا بعت نفسي اصلا لما فكرت اتجوز ممرضه. الممرضه دي اشترتك بعمرها كله. الممرضة اللي انت بتتكلم عليها هي ائتمنتك وأمنت لك مستقبلك، اتدينت عشان تخلي منك بني آدم ودكتور محترم. هندستها ايه؟ دخلتها السجن، وصلتها لحد حبل المشنقة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أقولك ايه، سيبيني في حالي، أنا مش ناقص. مش ناقص؟ هو أنت لسه شفت حاجة؟ ده أنت هتشوف أيام سودة في السجن زي اللي ورا تاني ظلم. دي الحاجة الوحيدة اللي هتشفي الغليل والنار اللي جوايا. روح يا شيخ، إلهي ربنا ما يرحمك لا دنيا ولا آخرة. يا واطية.
مش كنت بحلم نروح اي مكان فيه بحر وننزل بهدومنا؟ فاكرين؟ اه ادي ربنا بعت لنا فيلا فيها حمام سباحه. عملك يا رب. حلوه قوي.